السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة يا رب. بكلمكم النهاردة عن أجواء ممطرة من نيو بونزويك. الأجواء النهاردة خيالية، الجو زي ما انتم شايفين كده، عربيات بقى ماشية في الشارع وكده، والجو ممطر جميل زي ما انتم شايفين كده. و العربية عندي عملتها معايا فنزلت بقى خدت باص وكده، وتجربة الباص دي تجربة جميلة. يعني طلعت شفت ناس، غيرت جو، مشيت في المدينة، يعني تغيير بدل ما الواحد بياخد كل مشوار بالعربية وكده. الحاجة التانية، أعلنا النهاردة عن موضوع روسيا. إن شاء الله أول ما هتتضح المعالم بتاعة البرنامج ده أنا هعرفكم التفاصيل كلها، بحيث الناس المهتمية بيه فرصة حلوة للناس اللي هي تقدر تقدم وطبعا توافق الشروط بتاعة البرنامج. أنا لسه ما أعلنش أي حاجة على البرنامج، وافتكروا ان احنا اول ناس بنعلن على البرنامج ده، محدش اعلن عنه خالص على فكره. يعني الحمد لله احنا دايما سباقين في البرامج، فاحنا اول ناس تطرقنا للبرنامج ده واتكلمنا عليه، فالحمد لله ولله الحمد. افتكروا ان احنا دايما اوائل الناس اللي بنعلن عنه. موضوع البرنامج بتاع بريتش كولومبيا زمان لو فاكرين انا اول واحد اتكلمت عليه، برنامج روسيا افتكروا ان انا اول واحد بتكلم عليه، والحمد لله هنبقى اول ناس بنقدم عليه، وهنبقى اول ناس عندنا ناس تقبلت فيه باذن الله. وانا يعني كلامي ثقه مع الناس باذن الله يعني. بس هو الفكره لسه معالم البرنامج مش واضحه، القرار لسه متوقع اعتقد يوم 18 اغسطس، فمستنيين نفهم الملامح. بس هو الملامح المبدئيه ان مفيش في البرنامج ده لا لغه ولا امتحان تاريخ، وده حاجه كويسه جدا، يعني الناس تقدر تاخد الاقامه الدائمه وتقدر تاخد الجنسيه. السؤال بقى، اعداد المقبلين قد ايه؟ لسه مش واضحه. البرنامج هياخد كوتا قد ايه سنويه ويقفل؟ دي لسه مش واضحه، لان طبعا انتوا عارفين اي برامج هجره ما ينفعش يفتحها على البحر كده. طبعا يعني لسه كل ده يعني محتاج ان انا افهمه واشوفه، علشان نبدا نشوف هنبدا نشتغل ازاي في البرنامج ده. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، وباذن الله ربنا يكرمنا ويكرمكم يعني جميعا. يلا، السلام عليكم.